لسه مهرجان العالمين والحفلات الخاصة بيه متصدرة الترند. شفنا الويكند أكتر من حفلة على السوشيال ميديا اهتمت بيها بشكل كبير جدا، ومنهم طبعا حفلات يوم الخميس واللي نقدر نقول إنها كانت حفلات طربية بامتياز. شارك فيها مدحت صالح وريهام عبد الحكيم. ويوم الجمعة شفنا حميد الشاعري مرة تانية على المسرح بعد غياب سنين كتيرة جدا عن الحفلات الجماهيرية. وفي الجزء التاني من الحفلة شفنا محمد منير على المسرح بيغني لمدة ساعتين. أما حفلات السبت نقدر نقول إنها كانت سهرة رومانسية بامتياز مع نجمة لبنان ليسا وتامر عاشور، واللي غنوا مجموعة كبيرة جدا من أغانيهم اللي استمتع بيها الكل.